كاب فات كاد، شكرا لقناة صوت العدالة. بالمناسبة اليوم حنا كنتواجدوا في الدورة العادية، الجلسة الثانية ديال الدورة العادية ديال مقاطعة حسان. لليوم كنشوف بأننا كنعيشوا الاستهتار، كنعيشوا العبث بالمستشارين وبالساكنة ديال مقاطعة حسان. من كتجي السيدة الرئيسة اليوم، أنا كنقول النصاب كاين مكتمل، كنشوف غير الإخوة اليوم دابا اللي في القاعة، حنا ما يقارب واحد 12 اللي كاينين، وعاد عندها الفريق الأغلبي كله عندها داخل المكتب ديالها. بالله عليكم اليوم شنو كنتسناو من هاد السيدة اللي ما قدرتش تعقد دورة؟ شنو كنتسناوها تعطي للساكنة؟ أنا بالمناسبة كنقول واحد المقولة شهيرة، إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. اليوم حنا الساعة كنعيشوها في مقاطعة حسان. أنا غنرجع معكم لواحد الاستقالات اللي دارت الحادث على صعيد مدينة الرباط، استقالات ديال واحد أربعة ديال ثلاثة ديال الإخوان وواحد الأخت من حزب العدالة والتنمية، اللي هما الناس اللي عشنا معاهم الفترة السابقة، وهما كانوا من خيرة الناس والناس اللي كتشتغل وكتعطي يد الله في هذه المقاطعة هذه. لأن اليوم اللي كاين الحق راه كنقولوها، واللي ما كايناش راه ما كنقولوهاش. هاد الاستقالات اللي جاو ديال هاد الإخوان، ماشي غير غادي نقول تبرير، ولكن على حسب ما جا في الاستقالات، على حسب ما جا في الاستقالات، هما أن هاد الإخوان هادو ملوا، عياو من تسيير المنبوذ ديال هاد الرئيسة. وهاد الشيء ماشي أنا اللي كنقولو، كيف ما قلت لكم هاد الشيء جا في الاستقالات. إخوان جاو بواحد النية، جاو بواحد الروح ديال الاشتغال، جاو باغي كانوا كيتسناو من جاو اليوم هما طلعوا للتسيير غيعطيو الشيء الكثير. سيرتهم باش كنشوفوا هاد الاخوان اللي استقلوا كلهم اولاد المنطقه، اولاد مقاطعه حسان. اليوم هاد الاخوان تفاجؤوا. منين تفاجؤوا؟ تفاجؤوا منين جات هاد الرئيسه وتولت عليهم الرئاسه، ولات رئيسه وجاب بالفعل اللي كان فرضها عليهم الحزب ديالهم، جات عطاوها الرئاسة وما عرفت السيدة ما دير حتى حاجة، بقات كتخبط في المشاكل من 2015 ليومنا هذا. وحنا باقيين كنعيشوا الأيام الأخيرة ديالنا في هذا المجلس، احنا باقيين كنعيشوا على واقع العبث والاستهتار. غادي نجي لواحد الملف ثاني، هو الملف ديال السيارات. اليوم كنشوفوا 53 مليون ديال الفينيات اللي عندنا كانت غادي تطيح في لاماس، كما كنقول لكم 53 مليون ديال الفينيات. علاش؟ لان اليوم هاد المصالح، المصلحه ديال المرآب، هاد رئيس المصلحه كان في الاول ديال السنه يدير واحد الجرد ديال الفيكيل اللي عندنا، وغادي يعطي شحال خصنا ديال الكاربيرون ديال الفينيات، شحال خصنا ديال الفينيات للعام. فاش كنجيو كنشوفوا العام سالا وشاط لينا 53 مليون. اذا كاين واحد النوع ديال التخبط، لان فاش كتجي في اليوم كتشوف حتى المصالح، فاش كتجي وكتجلس معاهم وكتبقى تهضر معاهم كيبداو يقول لك واخويا راه اللي قالته هي خصنا نديروه. اذا ما كاينش اليوم واحد الراي والراي الاخر، ما كاينش اليوم واحد السيده اللي غادي تجلس مع هاد المصالح وتعرف شنو اللي خصني دار شنو اللي ما خصش يدار. لان اليوم كما كنعرفوا المصالح هما اللي كيعرفوا اللي شنو كيوقع داخل المقاطعه. غادي نجيكم واحد الموضوع اللي كنترتو ديال سيارات نقل الاموات. وبالمناسبه انا كنقول بان السياره اليوم خرجت للوجود، واليوم كتهز الاموات ديال مقاطعه حسان. غير ذاك الفيديو اللي كيف ما شفتوه من جوج سيارات اكثر من عام وهما محطوطين في البارك، هذا خير دليل على القمه ديال العبث اللي كتعيشنا فيه هذا الرئيسه في مقاطعه حسان. وكتخرج بواحد التصريح وكتقول على ان السيارات كيخرجوا كيخدموا، وزعما اش نقول لك، ما عرفتش هاد السيده كي كتشوف هي الامور. الاخوان اللي قدموا الاستقالات ديالهم هما اربعه ديال ثلاثه ديال الاخوان والاخت ديالنا، ثلاثه ديال النواب ديال الرئيسه، جوج ديال النواب والاخت النائبه المحترمه والاخ السي احمد الريمي، دور اربعه ديال الاخوان اللي اربعه ديال الاخوان اللي قدموا استقالتهم من حزب العداله والتنميه احتجاجا كيف ما قلت لكم على التسيير ديال الرئيسه. وبهذه المناسبة أنا بغيت نقدم واحد الاعتذار للإخوان أعضاء المكتب، لأنني في واحد الوقيتة ماشي كنت كنتواطئ، ولكن كنت كندير الدور ديالي كمعارضة. لقيت اللي كانوا جاونا السيارات وكانت السيدة الرئيسة
هي اللي ما بغاتش تعطيهم السيارات، وبالفعل كانت جات لعندي وكتنسق معايا على ان باش الاخوان ما ياخذوا السيارات ديال المكتب. انا اليوم كنعتذر لهم، باش انا كيف ما قلت ما خصنيش نعتذر، لان هذا الدور ديالي. من كتعطيني واحد الكادو خصني نشدو عندي، ولكن اليوم كنشوفوا القمه ديال اللعبات كيف ما كنقولوا دائما اللي وصلت لي هذه الرئيسه هذه. وشكرا. السلام عليكم، معكم غير سعد مستشار ديال الحي المحيط مجلس مقاطعه حسان. كما تلاحظوا معنا اليوم ما يمكنناش نزيدوا شي هضره اكثر من اللي قال الاخ دريس والاخ هشام، فحنا تنعيشوا العبث السياسي مع السيده سعاد السخنيني رئيسه المجلس. جينا في الاسبوع الماضي على اساس عندنا واحد الدوره، كما تلاحظوا معنا المعارضه حضرات والناس ديال الاغلبيه ما جاوش، عاوتاني تجددت الدوره اليوم كما عاوتاني تلاحظوا معنا فنفس السيناريو تنعيشوه اليوم. انا كان عندي واحد جوج نقاط كنت باغي نقولهم للسيده الرئيسه، بحكم اننا ما غاديش نكون نقدر ما نكونش في الدوره اللي غتجي ان شاء الله يوم الجمعه، فانا بغيت نقولهم ليها دابا. وهاد النقاط هادو تنعبر لها على انها كانت انها فشلات في التسيير ديال المجلس. والنقطه الاولى كنت كنتمنى اليوم السيده الرئيسه يكون عندنا واحد الحفل كبير ونفرحوا بك ونقدموا لك باقات من الورود على المجهودات اللي قمتي بها لفائده مقاطعه حسان ولفائده سكان حي المحيط على وجه الخصوص. لكن للاسف الشديد السيده الرئيسه، ونقولها لك بصراحه، فقد فشلتي في هذه المهمه وهذا بشهاده الجميع. فالصراحه دوزنا معك السيده الرئيسه 6 سنوات عجاف، دوزنا معك السيده الرئيسه 6 سنوات لم يستفد فيها لا الكبير ولا الصغير، 6 سنوات لم يستفد فيها حي المحيط وسكانه من ابسط الامور، من سيارات حمل الاموات مرورا بالاناره العموميه بالاضافه الى المساحات الخضراء. الحمد لله ان هناك مشاريع ملكيه كانت تقوم مكانكم وكانت تغطي عيوبكم، وفي هذا الصدد لابد من شكر جلاله الملك محمد السادس نصره الله على المجهودات اللي عطاها السيد الوالي باش يقوم باش تكون مدينه الرباط كتضاهي العواصم العالميه. وكنشكر السيد الوالي اللي عطى واحد التعليمات بان حي المحيط كامل تعاود السفيت ديالو وتعاودت الاناره وتعاودت الارصفه ديالو، وتنشكرهم من هذا المنبر هذا. النقطه الثانيه اللي غادي تكون تتصب واحد النقطه تكلم عليها الاخ دريس هي دار الشباب المحيط. انا بغيت نعرف السيده الرئيسه علاش من تقلدتي مهمه رئاسه مجلس مقاطعه حسان اول حاجه درتيها هي اغلاق دار الشباب المحيط. بغيت شي جواب مقنع السيده الرئيسه، وعلما انها هي المتنفس الوحيد لشباب الحي. كيفاش السيده الرئيسه الا بغى شي واحد ينشط في دار الشباب المحيط خصو يجيب لك واحد الطلب يوم الثلاثاء؟ كيفاش يجيب لك يوم الثلاثاء وينتظر الجواب ديالك يوم الجمعه؟ على حساب الكانه ديالك واش داك السيد؟ حنا كنعرفوا الجمعيات شنو تيديروا، كيكون عندهم ورشات، تيكون عندهم بعض المرات مسرح، السيد كيكون موجد البرنامج ديالو، تنتسناو السيده سعاد على خاطرها واش يمكن لها تعطينا نشطوا في دار الشباب ولا لا؟ السيده الرئيسه هذيك راه ملك ديال الساكنه، هذيك راه ماشي ملك ديالك. كنشكر الاخ دريس من هذا المنبر اللي كان انا براسي كنعطيني تمايك واحد المقر وكنحل دار الشباب للجميع. الناس كاملين كانوا تيشتغلوا فيها، المدينه العتيقه على حي المحيط للعكاري، لا كانت دار الشباب كامله عامره. تمشي دابا تلقى دار الشباب فيها جمعيه واحده اللي مستافده هي ديال البطاله بدوان اللي تنحترموها وتنقدروها. وعندي نقاط اخرين كنت باغي نزيد نضيفهم، ولكن تنظن نهار الجمعه ان شاء الله غادي نحضر باش نكملهم ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حنان البار، مستشارة جمعية بجماعة مقاطعة حسان وموظفة بالمحكمة الإدارية بالرباط. من هذا المنبر باسمي وباسم جميع المستشارين الأصالة والمعاصرة من مدينة الرباط، كنتقدموا أولا لساكنة حسان بالاعتذار. علاش الاعتذار؟ لأن قد نكون في اعين الساكنه اننا ماشي في المستوى، ولكن هما راهم عندهم سابقه مع السيد دريس اللي كان هو رئيس جامعه حسان، وكان كيشوف الخدمات، كان كيشوف العمل اللي كان كيقوم به. والان حنا عندنا شلل داخل الجامعه. على الشلل كما كتشوفوا وكما اخذتم صور داخل هذه الصاله ديال الاجتماعات، ان لا وجود لا حركه لا سكون. علاش؟ لاننا حنا اولا كنخليو العمل ديالهم، العمل ديالنا كاملين، انا منهم، انا موظفه وكنسد المكتب ديالي وكنحضر الدوره هذه ثاني مره وكترفع الجلسه بدون سبب. يعني على الاقل نتسناو غير نشوفوا هاد الناس شنو السبب باش حنا عندنا الحق اننا نعرفوا شنو السبب ديال الشلل ديال هذا الجلسه هذه.
معناه ان ملي كترفع الجلسه كيكون عندها سبب. حنا جالسين حد كيجيو الناس، كيجيو الموظفين، كيجيو الناس اللي خدامين هنايا، جاو النواب، جاو حضروا الناس، علاش غادي ترفع هذه الجلسه؟ لش من سبب؟ المرت الاولى، مرت الثانيه، هذه من جهه، من جهه اخرى انا كان من هذا المنبر، وهذه فرصه انني نقدم للساكنه واحد النبذة على هاد الست سنين. هاد الست سنين هادي طلبنا فيها وعاودنا طلبنا عدة متطلبات، اولا انا كان عندي واحد تدخل الجلسة الاخرى اللي كانت عندنا، ماشي هادي اللي هذا، ولكن الجلسة السابقة كنا تكلمنا على هادي ست سنين وانا كنهضر على الانار، هادي ست سنين وانا كنهضر حشاك على الازبال، هادي ست سنين وحنا كنهضروا على لومبيلونس، هادي ست سنين وحنا كنهضروا على الحفاري في الطريق. دابا حنا انا مثلا كنت كنهضر على انني موظفة كنت محكمة ابتدائية والدار عندي حدا المحكمة، والساكنة كلها اللي صوتت علينا يعني محبة فينا وانا طمع ان غيكون من اللي الاحسن، ولكن انا قلت لهم، راني قلت في واحد التصريح انني كنحشم نقول انا مستشاره، ماشي مع الحزب ديالي، ولكن مع ناس ما عطاوناش القيمه ديالنا، ما مدوناش يد المساعده. انا كنقول لهم انا راه ماشي انا مسؤوله، انا مستشاره في المجلس، ولكن انا مع حزب العداله والتنميه. عباد الله، هاد الناس اللي حنا معاهم هما ما كيستجبوش للطلبات ديالنا. راني ملي كنقول لهم الو راه الضوء طافي، حنا كنا كنعرفوا على انني انا مادام انني مستشاره كنوب الى شي حد عنده الكنازه كنجيب ليه خيمه، يعني كنمدلو يد المساعده، كنجيب له الاناره، كنقلبوا على الامبولانس. الان ما كنديروا حتى شي حاجه. مرت الاولى، مرت الثانيه، مرت الثالثه، الناس ما كتبقاش عندها الثقه فيك، حتى كتحشم قالك تقول انا مستشاره. وهاد المسائل هادي دابا حنا كنقولوا مول المليح باعوا راح. علاش؟ لان اجتهاد التعطل هذا وهاد رفع الجلسات تعني اننا نمدد فقط الى غايه ان شاء الله الانتخابات الجايه. لان شنو بقى حنا في 2021؟ شنو كنتسناو؟ غنتسناو نتيجه في هاد المده القليله اللي حنا ما درناهاش في هاد الست سنين اللي دازت. يعني حنا كتشوفوا هادشي صوت وصوره، واش عباد الله حنا دائما كنخرجوا بتصريحات، يكفي ان التصريح اللي خرج به اقمحي هبط عندهم للديبو لتحت، وكنشوفوا الطوموبيلات كيفاش دايرين، كنشوفوا لي زومبيلونس كيفاش واقفين، كنشوفوا الكيران كيفاش مهرسين، كنشوفوا هاد الهضره اللي كيقول السي ادريس دابا نيت في التصريحات اللي ماشي سابقه، كنشوفوا جميع القنوات كيفاش كيعطيونا هاد الهتك يعني ديال الجماعه اللي ما كنشوفوش نتيجه نهائيه، شي حاجه مفرحه. الناس اول ما كيطلق كيقول فينا هي هاد الخدمه؟ فينا هاد الوعود؟ فينا هاد الشيء اللي وعدت فين؟ واش عباد الله اقسم لكم يمينا من هذا المنبر الى ان الزنقه ديالي فيها واحد الثقبه في الشانطي ما نقول لكش الطوموبيلات كلهم كلاوهم. ومني كيجيو يقولوا لي راه ما يمكن ليش عباد الله، واش انا اللي غنمشي نصايب لهم هذا الشيء؟ راني كتعيطي للناس ما كيجاوبوكش حتى في التليفون، ما كيجاوبوش. اذا حنا كنطالبوا، حنا ماشي كنطالبوا دابا حاليا ان غادي يكون عندنا حل، لا، ولكن كنطلبوا من الساكنه ان دائما الامل في الله سبحانه وتعالى، واننا كنوعدكم بالانتخابات الجايه اننا نقدر نكونوا في المستوى الا حنا كنا في تحالف او لا كنا حنا في المستوى اللائق اللي غادي ان شاء الله تكون نتيجه جد ايجابيه. وشكرا لكم. ادريس الرازي مستشار مجلس الجماعي ومستشار مجلس مقاطعه حسان. مره اخرى كنعيش لعبات هذه الجلسه الثانيه ديال دوره يناير ديال مقاطعه حسان. الجلسه الاولى ترفعت لعمل اكتمال النصاب، والجلسه الثانيه كذلك كترتفع لعدم اكتمال النصاب، مع العلم ان اليوم كترفع المفاجاه ان اليوم الجلسه كترفع مع العشره واربع، وباقي المستشارين كيحضروا وباقي الموظفين كيحضروا. بصراحه تفاجئنا، الرئيس دخلت بواحد السرعه ورفعت الجلسه. كان عندنا بزاف ما يتقال اليوم، وبصراحه خاصه واحد الحيف اللي كنتاسف عليه بزاف هو ديال واحد الجمعيه اللي كنت باغي نشير ليه للرئيسه. واحد الجمعيه عندنا في العكاري، جمعيه نشيطه فعاله كتساهم في التاطير وفي دروس التقويه ومحاربه الاميه والدعم المادي للارامل واعانه المعوزين. هذه الجمعيه سميتها جمعيه السلام، اللي مع كامل الاسف الرئيسه ما عطاتش القيمه ديالها، ما عطاتش القيمه لهذه الجمعيه. هذه الجمعيه كان من المفروض ان الرئيسه توفر لها مكان للاشتغال بعد ما تم الافراغ ديالها من المحل اللي هي كانت فيه اللي كتشتغل فيه،
ومع العلم ان هذه الجمعيه النشيطه الفعاله اللي هي بالمناسبه جمعيه وطنيه ساهمت بشكل كبير في وصول هاد الناس للمسؤوليه، وهذا ما تيخلعناش، لان بالعكس حنا اللي كيشتغل كنشيدوا به، لان كانوا الناس كثار في العكاري استافدوا من هاد الجمعيه هذه، ناس كثار تيستافدوا من هاد الجمعيه اللي اليوم خوات المقر ديالها. وعلى حسب الاعتقاد ديالي ان رئيسة الجمعية اتصلت بالرئيسة على اساس انها توفر لها شي مقر في تحط ديك التجهيزات ديالها، هذيك التجهيزات اللي اليوم تباعت، سواء الات ديال الخياطة، سواء الفريكو اللي كيحطوا فيهم السلعة، على حسب العلم ديالي كلهم تباعوا وبثمن بخس. على حسب العلم ديالي دائما رئيسة الجمعية اتصلت بالرئيسة على اساس توفر لها مقر للاشتغال. الرئيسة عندها مقر للاشتغال اللي هو دار الشباب اللي شاروا ليه الاخوان، دار الشباب المحيط، اللي مني جات هاد الرئيسه سدات هاد دار الشباب الوقت اللي حنا في الوقت ديالنا كنا فاتحينها لجميع الجمعيات تنشط فيها. اليوم مع كامل الاسف جمعيه ساهمات، تنقول مره اخرى ساهمات في وصول هاد الناس لهاد المراكز للقرار اليوم، واليوم ها هما تيعانيوا منهم، وهذا تنتمنى انه يستافدوا من هاد الدرس مستقبلا باش يعرفوا مع من كيتعاملوا. ثاني حاجه اللي كنت نتمنى من الرئيسه انها تدير لنا في جدول الاعمال، نقدر في جدول الاعمال اللي هو اليوم القرارات ديال الاسواق البلديه، وحنا كنشوفوا مارشي سنترال المده ديالو راه سالات، الناس ثلاث سنين هما كيتسناو الفتح ديال هاد، بغينا نعرفوا شنو هو السبب، علاش القرارات ديال الناس ما خرجوش للوجود؟ حقيقه ماشي الدور ديالها، الدور ديال رئيس المجلس الجماعي، ولكن كنت نتمنى ان الرئيسه في دورها رفعوا توصيه للمجلس، لرئيس المجلس الجماعي، ولكن لما غنرفعوا توصيه لرئيس المجلس الجماعي اللي هو اصلا حتى هو غائب، وهذا الشيء واضح، الرئيس غائب ديال المجلس الجماعي، وخير دليل ان تنسمعوا الصداع اليوم في القاعه على هذا، يعني مع كامل الاسف هذا الشيء اللي ولينا كنعيشوه ما كناش كنتوقعوه. الرئيس اليوم كيصرح في قناه وطنيه بانه لا علم له بما يقع داخل المدينه، وخاصه ما يقع في ساحه مرشي دنوار، دوك الواقيات اللي داروا ديال الحديد، وخرج بوجه حمر كنقولوا تيصرح بانه لا علم له بما يقع. ثاني حاجة هو الدور ديال الآيلة السقوط في المدينة العتيقة وفي الملاح، كنا كنديروا تنطلبوا من الرئيسة دير واحد الملتمس باش ترفع توصية للرئيس ديال المجلس الجماعي يشوف الحالة اللي وصلت لها بعض الدور في المدينة العتيقة وفي الملاح، لحد الساعة ما كاين حتى حاجة. بالمناسبة كنقدموا كفريق ديال الأصالة والمعاصرة اعتذار الممثلة ديال وزارة الصحة اللي كان المفروض أنها دير لنا العرض، جات في الجلسة الأولى وجات في الجلسة الثانية وكتجمع الماتيريال ديالها وتتمشي دون اعتذار من الرئيسة، دون اعتذار من أي كان. ثالث حاجة واللي هي حتى هي بغينا نشيروا لها هو واحد المستوصف في سيدي يحيى، كنا كنتمناو ان الرئيسه تاهو ترفع فيه ملتمس للوزاره على اساس اعاده الفتح ديال هذا المستوصف، لانه الخدمه الساكنه ديال المدينه العتيقه وديال الملاح اللي كانوا فعلا كيتعالجوا في هذا المستوصف، اليوم هذا المستوصف تاهو مسدود، هذه قضايا كتهم الساكنه، الحمد لله الرئيسه مع كامل الاسف كتغيبها. وبالمناسبه عاوتاني كنشيد بالاخوان والاخت اللي قدموا استقالتهم مع كامل الاسف من هذا المجلس، وبصراحه بصراحه بصدق خساره كبيره، خساره كبيره لهذا المجلس، لان هاد الناس اشتغلوا الوقت اللي كنا حنا كنترأسوا هذا المجلس، وعرفنا القيمه ديالهم، عرفنا التواجد ديالهم مع الساكنه اليومي، بصراحه كان واحد الاشتغال العمل جاد، واحد اليوم ما لقاوش هاد الناس راسهم اليوم، هاد الاستقاله ديالهم انا معاك تعطلات، راه كانت في السنه الاولى الثانيه الثالثه بان لهم بان هاد السيده راه ماشي ديال الاشتغال، عندها سبعه ديال النواب كدير هي كل شيء. يعني من المفروض كانت تنفتح على الجميع، وجلسنا معها على اساس تنفتح على الجميع، السيده ما فهمت حتى حاجه، خطا كبير ارتكبوا فريق حزب العداله، حزب العداله والتنميه، من نصب هذه السيده على رئيسه اقوى مقاطعه في الرباط اللي هي مقاطعه حسان، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.